السلام عليكم، معكم خالد العريب، وكيل عقاري بمدينة الدار البيضاء. نكملوا على الباب الثاني، الفصل الأول، الوكيل العقاري بصفته تاجرا. وقفنا في 1-3 التزامات التاجر. يتحمل التاجر بصفته هذه عدة التزامات، أهمها الالتزام بالتنفيذ في السجل التجاري، الالتزام بمسك المحاسبة، الالتزام بالمحافظة على المراسلات. 1-3-1 الالتزام بالقيد في السجل التجاري. يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، مغاربة كانوا أم أجانب، الذين يزاولون نشاط تجارة في تراب المملكة. لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله مزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب. يجب على التاجر أن يشير في فاتورته ومراسلته وأصل الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار إلى رقم ومكان تسجيله في السجل التجاري. إذا لم يقم التاجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بالتقييد في السجل التجاري رغم كونه ملزما به، فإنه لا يجوز له أن يحتج اتجاه الغير إلى غاية تسجيله بصفته التجارية، إلا أنه يخضع مع ذلك لجميع التزامات المترتبة عن هذه الصفة. لا يحتج اتجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات مقيدة بصفة صحية بالسجل التجاري. في حالة توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو وفاته دون تفويت أصله التجاري، أو في حالة تصفية الشركة، فإنه يتعين القيام بشطبه من السجل التجاري. وهكذا، فإن الوكيل العقاري بوصفه تاجرا يقع عليه التزام طلب تسجيله في السجل التجاري، وإلا تعرض لجزاءات يمكن أن تصل إلى 5000 درهم، كما يمكن أن تترتب عليه عقوبات مالية وجبائية كبيرة في حالة تقديمه بسوء نية معلومات خاطئة عند الطلب التسجيل. 1-3-2 الالتزام بمسك المحاسبة. يتعين على كل تاجر لأغراضه التجارية أن يفتح حساب في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية، كما يتعين عليه أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88 تسعود المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. 1-3-3 الالتزام بالمحافظة على المراسلات. يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة 10 سنوات ابتداء من تاريخها، كما يجب حفظ الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية مدة 10 سنوات. كان معكم خالد العريب، شكرا لكم جميعا المتابعة، بارك الله فيكم.